يا حس دوري لي بقى وانا قاعد كده اهو عشان انا ايه ده طالع بالدولار على الطلاق انا صرف 100,000 جنيه غير ايجار وروح قول لهم كده. حاضر هيجي لك. مساء الخير متابعي جريدة وموقع أهل مصر من كل مكان. بتمام معاكم اليوم حنان عليوة محافظة القلوبية. هنعرف النهاردة حصاد محصول البطاطس كما يطلق عليه الذهب الأصفر من حقول مدينة بنها محافظة القلوبية. النهاردة يوم فرحة المزارعين بحصاد مجموع البطاطس زي ما حضراتكم شايفين الأطفال والكبار والصغار بيقوموا بجمع البطاطس. جريت أهل مصر. حاضر اتكلم معانا. لا انا بس لا قولي اتكلم معانا. اقول لك عايز واحده. لا مش هنا. اقول لك انا ايه هسالك وانت رد. سنه طيبه. الصحه والسلامه. قولي انت بتجمعوا من امتى لامتى؟ باذن الله من يد المهم. الساعه كام للساعه كام؟ من 6 ل 3. من 6 ل 3. بتباع امتى كل يا بنت؟ يا بنت لا مساء الخير. سامح حضرتك. طيب قول لي يعني موسم بطاطس بيمثل لك ايه والحصاد بيبدا من امتى وبيخلص امتى؟ حرب السمك في الوقت دوت. الحصاد في الوقت دوت وما بيخلص بتاع الحصاد دوت بنزرع الذره بعد بعد البطاطس على طول. هي دي بطاطس نوع ايه؟ والله النوع دوت بقى ايه؟ بونطا. بونطا زبونت. اتكلم معاه. بسم الله الرحمن الرحيم. قول لنا موسم النوع ده زبونتا؟ اه ده بتبقى تلات عروتين في السنة. عروتين في السنة. العروة ده اسمها بطاطس. ده نوع ايه؟ وستر. وستر؟ دي شتوية وصيفية ولا لا؟ صيفية. صيفية نص الشتاء ونص الصيف. تاخد بين الصيف والشتاء. بين الصيف والشتاء. تمام. قول لي بقى يعني بتجيب التقوي منين؟ بترعاها ازاي على مدار الموسم؟ في مقاول ورجال في بنها بنجيب منهم التقاوي وبنقطعها وتتزرع في الارض. بتتقطع يعني شرائي. هي بتيجي مقطعه ولا لا؟ بتيجي سليمه. بتتقطع بتيجي في شوله ونقطعها وتتخرط. بتقعد قد ايه بقى بعد ما بتتقطع؟ في نفس اليوم اللي احنا بنقطع فيه بنزرع فيه. نفس اليوم اللي احنا بنقطع فيه بنزرع فيه. تمام. بعد كده بقى يعني بتحتاج كم بطاطس؟ بيحتاج 6 شكاير. 6 شكاير نترات بوتاسيوم. نترات وبوتاسيوم. عندنا الجماعه الزراعيه بتوفر الكيماوي لنا هنا في الجماعه الزراعيه بنجيب النترات منها للفدان 6 شكاير. بتحتاج زياده ولا هي بتكفي؟ هي بتحتاج زياده. المفروض 8 شكاير او 10 شكاير للفدان. ده بقى عشان نص 15 واحد اول الاثنين. تمام. يعني 4 شهور تقعد. 3 شهور تقعد من 90 يوم ل 120 125 يا خليل او 125 يوم. 7 ريال. طب تعالى كده تعالى كده اتكلم. 7 ريال. قول لي بقى دورك ايه في جمع البطاطس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البطاطس عملت من 125 ل 130 يوم. تمام. هي البطاطس بتاخد لها 7 ريات ميه لو غم. اما لو تنقيط ده تنقيط احنا مش هيمشي في الارض السمراء هنا لان الارض السمراء ديت بتعوز انها تشتغل غم. تمام ماشي. انما الارض الصفراء بقى هي شغلها في التنقيط. يعني كل الكيماوي كل اي حاجه بتتحط في قلب الخرطيم وهي تتعامل مع الخرطيم. شايف الارض الطينيه افضل من البطاطس من الرمليه ولا؟ تمام عكس؟ تمام. الارض الطينيه ديت يا فندم هي يعني ايه حلوه في التخزين لاخر السنه تقعد لاخر السنه. اما ارض الطميه ديت يعني هي ديت منها يعني تتاكل على طول. تروح سوق منها تتاكل على طول ملهاش ان هي تتخزن لاخر السنه. اما ديت تخش معاكي ثلاجات تبريد
وبتخش اللهم صل على النبي. بتستحمل عامه يعني. تمام، شايف انضف يعني او افضل انواع البطاطس اللي بتطلع جوده افضل انواع ايه؟ اللي هي الاسبونته، في اللي هي الدرمارك، وفي اللي هي الشمسيه. تمام، هم دول افضل نوعين. في انواع تانية؟ في انواع تانية، في انواع كتير، بس هي ما تنفعش الارض السمراء هنا. المشاكل اللي بتقابلكم ايه كمزارعين؟ المشاكل هي في ندوه، الندوه ديت لما بتيجي بيبقى مرض فيروس في الجو كده، بيبقى فيروس في الجو. يعني من شهر كده ولا من شهر ونص كان في نزل ندوه بنطره كده، كان جو، كان الهواء قام وكانت النطره قامت، كان هي دي اللي نزلت معانا الندوه، فهي ضرت كل البني ادمين يعني، ضرت كل الناس، بس الحمد لله يعني الحمد لله. طب عالجتوها ازاي؟ او في الحالات دي بتعالجوها ازاي؟ عامة بيبقى في رش بقى، ايه الرش اللي هو الحشري، والرش اللي هو الغذاء والأسمدة، بتبقى في السمادة، بتبقى في السمادة وكده، وربنا هو اللي سطر فوق أي حاجة يعني. ونعم بالله. قول لي بقى طلباتكم ايه كمزارعين؟ ايه المشاكل اللي بتقابلكم وعايزين تحلوها؟ اتفضل يا باشا. ماشي، هو معاه طلبات كلها. طلباتنا ان احنا عايزين توحيد سعر الايجار، لان الملاك هنا كل واحد بساعه، وكل واحد بيختار السعر اللي على مزاجه، فاحنا عايزين توحيد سعر الايجار، يبقى سعر الايجار بواحد. الايجار هنا بيبدا من من 12 ل 18000، هذا حرام، حرام على المزارع المؤاجر. حرام على المؤاجر كده، حرام على اللي بيزرع. مش والله، احنا عايزين توحيد سعر الايجار اهم حاجه، والاسمده تبقى متوفره في الجامعه الزراعيه. تعال. تمام. والمبيدات الحشريه، لان المبيدات الحشريه اغلبيتها بتيجي مغشوشه، بنشتريها من عند التجار بتبقى مغشوشه، فاحنا عايزين الجامعات الزراعيه هي اللي تتولى عمليه المبيدات الحشريه. والتقاوي برضه بتيجي من التجار مغشوشه. لا، بتيجي من المينا. من المينا مغشوشه ومرتفع في الاسعار بتاعتها. انا اشكرها الدكتوره وصلت 3000 جنيه قبل. تمام. 3000 جنيه المزارع يزرع ازاي؟ وهيجيب تكلفه التقاوي ازاي؟ وهيجيب تكلفه العمال ازاي؟ والحريت والري والكلام ده. فدي بتبقى مشكله عامله اعاقه للمزارع. تمام. احنا عايزين الجمعيه الزراعيه اللي تتولى المبيدات الحشريه. زاد الكمال. وبالنسبه للايجار، ان الحكومه تعمل تحديد لسعر الايجار، وهي اللي تبقى مشرفه على الاسعار، كل حوض بسعر. تمام. لان الملاك مستغلين المزارعين بطريقه فظيعه. لو شافوا ان البطاطس غاليه شويه يروحوا رافعين الايجار، يشوفوا اي حاجه اترفعت يروحوا رافعين الايجار، بيرفعوا بال1000 بال2000. هنا الايجار كام؟ هنا الايجار معدي ال 20000، فحرام يعني. اصلا يعني المزارع ياكل ولاده من ايه؟ ياكل ولاده من التكلفه بتاع الزرع، ولا من التكلفه بتاع الايجار اللي الملاك بتاخدها، ولا المبيدات، ولا الجمعيه والكيماوي والمشاكل اللي بتقابل الفلاح. غير نسبه الري، غير برضك الري وتكلفه الري. وكيلو البطاطس دلوقتي بكام؟ من الارض. كيلو البطاطس ب 4.5. 4.5. 4.5. طالعه بخساره برضه. طالعه بخساره. 4.5 بشكر ب 200. طالعه من الارض ب 4.5. يعني هتخسر مع المزارع، مخسره جامد مع المزارع، مش هيجيب تكلفتها، مش هيجيب تكلفه الرش والفوضى. فدان بيحتاج خدمه كام؟ فدان بيحتاج خدمه قد ايه؟ خدمه بيحتاج 40000 جنيه خدمه. وبينتج بكام كيلو بقى؟ بينتج تقريبا، يعني تقريبا بيتراوح من كام كيلو؟ السنه دي ما فيش انتاج خالص، لان عشان الجو والندوه اللي نزلت. يعني متواصل انتاجيه فدان بطاطس بتبقى كام؟ 20 طن. 20 طن؟ 20 طن الانتاج بتاعه. 20 طن، فما يجيبش التكلفه. فهي التكلفه مني غاليه بس. 20 طن يا فندم، ده 20 طن للفدان اللي ما جالوش. الفدان اللي ما جالوش ندوه، اللي ما جالوش ندوه، اللي هو يعتبر سليم. انما لو بالطريقه ديت، بالطريقه والجو والندوه والحاجات دي، ما يجيبش 15 طن. يعني بتروح من 15 ل 20 طن. 15 ل 20. 20 طن. انا نتمنى ان يكون في مسؤولين او لجنه تحدد الايجارات في كل حوض، ضروري جدا للمزارع. توحيد بس حضرتك، يعني توحيد الايجارات.
السماد اللي هو وتوحيد السماد. السماد احنا بنجيب الشجره من بره ب 500 جنيه في السوق السوداء، وكل السوق السوداء لان الجمعيه بتدينا شجرتين ثلاثه ما بيكفيش، بيكفيش الانتاج. طبعا الزرع بيبقى محتاج ده، محتاج كيماوي لان هو عنصره الكيماوي، عنصره الكيماوي. الشجارة بتقطع ايه؟ الشجارة بتباع بره ب 500 جنيه. طب مثلا خلاها كذا، ما انت معرفه وعرفنا وجارنا. اقول لا لا، مفيش مفيش معارف، مفيش، ملوش دعوه، ملوش دعوه بالحاجات دي. عندك الفدان يا فندم، يعني الفدان اللهم صل على النبي بيصرف من 50 ل 55000. الفدان من 50 ل 55000. اذا ربنا اكرمه دلوقتي يعني بعد الشر ونزل شويه ندوه، مش هيكمل، مش هيكمل 25000 مصاريف، لان في عماله. بيحتاج قد ايه؟ لا انت مسكت المايك. بيحتاج كم عامل لحصاد الفدان؟ الفدان بيتزرع، انا هجيب لك من الزريع. الفدان بيتزرع بست رجاله ومسيح ست رجاله، ادي كده 12 راجل. تمام تمام. واللهم صل على النبي، عندك اول ريه ديت لازم نرمي اقل حاجه للفدان 4 شكاير ملح، دي غير السباخ البلدي وغير السوبر وغير الرش اللي هو للدوده والرش للفحار. ماشي. وعندك الرش، عندك الريه الثانيه، بتاخد الريه الثانيه كده ايه من غير اي حاجه. الريه الثانيه بيحتاج بعديها عزيق، بيحتاج بعديها رد. الفدان بياخد له 6 رجاله، من 6 ل 7 رجاله كده، رد وعزيق، اسمها حاجه اسمها رد وعزيق. تمام تمام. بعد الريه الثالثه، بعد الريه الثالثه في حاجه اسمها هيومك. الهيومك ده منشط، منشط للجد. بتاع البطاطس يعني بيتحط لها مثلا هرمونات او الكلام ده؟ لا لا لا، مش الهرمونات، مش هرمونات، ما فيش اي هرمونات. لا ما بنحطش هرمونات قبل خالص. ده يعني في بيقولوا يضر الناس، تغذيه وتغذيه والكلام ده. لا لا لا، مفيش، مفيش، مبنحبش نشتغل بالكلام ده خالص. هرمونات لا، بتعمل فشل قلوي وبتعمل امراض، بتعمل امراض. احنا بناكل منها قبل ما نديها لاي حد. تمام. قبل ما حد ياكلها لازم احنا ناكل منها. والعيله كلها بيروح لها من نفس الزرع ونفس كده. يعني مفيش هرمونات خالص. حاجه بتروح البيت قبل ما بتروح السوق. يعني هي حاجه زرع بيت. ما ينفعش ان احنا نضر نفسنا قبل ما نضر، قبل ما نضر غيرنا. تمام. شكرا. شكرا لك. متابعي جريدة وموقع أهل مصر، زي ما تابعنا مع حضراتكم النهارده محصول الخير أو زي ما يطلق عليه الذهب الأصفر من حقول مدينة بنها بمحافظة الألوبية. شكرا متابعي جريدة وموقع أهل مصر بكل مكان.